السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. من اين انتم؟ انا من طرابزون. احسنتم. اوكو اقرأ. ماذا يعمل عبد الله؟ عبد الله يعمل معلم. كم عمره؟ عمره 30 سنة. أين يعيش؟ يعيش في طرابزون. أين يسكن؟ يسكن في بيت كبير. متى يستيقظ؟ يستيقظ الساعة 6:00. ماذا يمارس؟ يمارس الرياضة. ماذا يفعل بعد الرياضة؟ يحجز حماما. ماذا يفعل بعد الحمام؟ يتناول الفطور. ماذا يوجد في الفطور؟ الزيتون، الجبن، العسل، الكليب، ميل، خبز. هل يشرب الشاي؟ لا يشرب الشاي. ماذا يشرب؟ يشرب الحليب. أين يذهب بعد الفطور؟ يذهب إلى المدرسة. كم ساعة يعمل؟ يعمل 5 ساعات. أين يتناول الغداء؟ يتناول الغداء في مطعم جميل. أين يذهب في الساعة السادسة؟ يذهب إلى دورة اللغات العربية. أي لغة يتكلم في الدورة؟ يتكلم اللغات العربية. أي لغة لا يتكلم في الدورة؟ لا يتكلم اللغات التركية. متى يعود إلى البيت؟ متى يعود إلى البيت؟ يعود في الساعة 8:00. أين يتناول الأشياء؟ يتناول الأشياء في البيت. ماذا يستمع؟ يستمع إلى الموسيقى. ماذا يشاهد؟ يشاهد التلفاز. متى ينام؟ ينام في الساعة 10:00. لماذا ينام في الساعة 10:00؟ لأنه يستيقظ مبكرا كل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا. ما اسمك؟ اسمي ارطغرل. من اين انت يا ارطغرل؟ انا من طرابزون. ما مهنتك؟ مسليني. انا طالب. احسنت. ما هوايتك؟ هوبني. القراءة. اكمك. احسنت. تشرفت. وانا ايضا. وأنا أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا. ما اسمك؟ اسمي أيوب. بيردان أنا كدر سيبلير مسن. عدة من 1 إلى 10 يا أرطغرل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. جيد جدا يا أرطغرل. عدة من 1 إلى 10. 1، 2، 3، 4، 6، 7، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أحسن. جيد جدا. هل تؤذن يا أرطغرل؟ تستطيع أن تؤذن؟ أذنك يا بليل مثل. ابدأ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا الصلاة. أحسنت. حيا السلام. حيا الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. جيد جدا ما شاء الله، صوتك جميل جدا. هل تعرف أيام الأسبوع؟ هفتنين قلري باليوم مسن. الأحد الاثنين